ينضم إلي دكتور شرف حسان الباحث والمحاضر ورئيس لجنة المتابعة لقضايا التعليم. مساء الخير دكتور شرف. نظرا لحالة الطوارئ وحالة الحرب يعني في البلاد، طبعا المنظومة التعليمية غير منتظمة وفق نظامها المعتاد، كيف تسير الأمور وفق رؤيتك، وإلى أي حد تعليمات الجبهة الداخلية وخطة تصنيف البلدات هي ناجعة باعتقادك؟ الحقيقة أن الوضع مركب، يعني في بعض البلدات في تفاوت بين البلدات العربية حسب وضعها الأمني، حسب الوضع الجهوزية تبعتها من ناحية ملاجئ وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال كثير من القضايا متعلقة بالقيادات التربوية في كل بلد وبلد وفي السلطات المحلية والقرارات التي تأخذ. يعني إحنا في لجنة متابعة قضايا التعليم منذ اللحظة الأولى للأزمة عمليا كان في استعداد، وبعد ذلك أقمنا مجموعة عمل حتى نستطيع تقييم الوضع وبلورة توصيات تلائم مجتمعنا العربي، ومتابعة طبعا معالجة القضايا المختلفة إن كان مقابل السلطات المحلية العربية أو مقابل وزارة التربية والتعليم. يعني نعمل بالاتجاهين الآن. يعني القضية في حالة الطوارئ الحالية، لأن كل حالة طوارئ مرينا فيها في السنوات الأخيرة كان لها مميزاتها، يعني بتعلمنا التجارب انه بحاجه لمرونه معينه لملائمه الاوضاع، لملائمه البرنامج المدرسي لظروف البلد، لظروف المدرسه نفسها. وهذا الامر يتعلق الى حد كبير بالقيادات التربويه في داخل المدرسه او في داخل البلد، كيف يرون الامور بناء على الاوضاع والمحدوديات وكذلك الإمكانيات الموجودة في داخل كل مدرسة ومدرسة. ولكن إحنا بتوصيتنا للسلطات المحلية وللمدارس أنه في حاجة قدر الإمكان لتجدد التعلم الوجاهي قدر المستطاع حسب ما تمليه أو حسب الظروف المتاحة الممكنة، طبعا وفق أيضا التعليمات الحكومية، من أجل أولا الحفاظ على سلامة الأولاد في حالة أو من في المدرسة بحالة كان هناك أمر طارئ. ولكن في ذات الوقت الحاجة الملحة لتجدد التعلم الوجاهي، لأننا بنعرف أنه في ثمن كبير باهظ للتعلم عن بعد. دكتور حسن دكتور شرف حسان عفوا، في طبيعة الحال يعني في البلدات العربية والمؤسسات التربوية داخل البلدات العربية يوجد تفاوت، والسؤال يعني كيف تتابعون هذا الجانب؟ الاحتياجات مختلفة، يعني الدعم المطلوب ربما مختلف، كيف بدوركم تتابعون وما هي إرشاداتكم لهذه الفترة؟ يعني كما قلت نأخذ التوجيه هو أنه القرارات تتخذ على أساس محلي، ولكن دعوتنا هي لإقامة غرف أحوال بمشاركة لجان الأهالي كي تتخذ القرارات بالتنسيق وبالتشاور وبشفافية، وأن يأخذ الجميع مسؤولية على هذا الأمر. كان لدينا اليوم بالصدفة لقاء مع مديري أقسام التربية والتعليم حول هذا الموضوع، كيف تقام غرف أحوال وما الحاجة إلى إشراك الأهالي وما إلى ذلك. والهدف هو أن ندفع باتجاه بناء برامج مرنة في كل بلد وبلد تدمج ما بين التعليم الوجاهي أحيانا للتعليم الغير الوجاهي، والتعليم الغير الوجاهي ليس شرطا أن يكون متزامنا بواسطة وسائل تكنولوجية، وأيضا الدعوة إلى الإبداع. يعني إحنا بحاجة إلى الخروج عن المألوف هنا والروتين المدرسي اللي مبني على حصة أولى وحصة ثانية وحصة ثالثة. يعني قد يكون من الأنسب في كثير من الحالات العمل في مجموعات صغيرة، العمل في ورديات، أيضا إعطاء أولوية للطلاب المهمشين، الطلاب أبناء الطبقات المسحوقة، الطلاب الذين انقطعوا بالذات في الأسبوع الأول عن التعليم، في حاجة أنه نوصلهم نعطيهم أولوية، لأنه بنعرف أنه في ثمن كبير لهذا الانقطاع اللي ممكن يكون. لذلك يعني دعوتنا للمدارس وللسلطات المحلية ببناء برامج مرنة، إعطاء أولوية لمن يحتاج أكثر حتى يكون هناك نوع من العدل، وبالذات المنقطعين عن التعليم. والبرامج المرنة بحاجة أيضا لتفكير خارج الصندوق، بحاجة إلى إبداع. وأنا بدعي المدارس كلها لاستغلال قسم من الميزانيات الموجودة التي هناك إمكانية لتغييرات معينة فيها على ضوء الظروف والاحتياجات الجديدة، كي يكون هناك إمكانيات أو كي تستثمر في بناء برامج ملائمة للوح المرحلة على أساس الوصول إلى جميع الطلاب، وليس فقط من يأتي إلى المدرسة أو من يتعلم عن بعد، إنما بأساس الطلاب المنقطعين. الآن هناك ظرف خاص في منطقة النقب، وأيضا قد يكون هناك ظرف صعب في المدن المختلطة. يعني نحن نعالج
هذه يعني في الحالتين نعالج، هناك معالجة خاصة. كان أيضا لدينا مجموعة عمل مكونة من مديري أقسام التربية والتعليم في النقب، يعني نعمل باستمرار بتواصل معهم وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ طبعا في النقب ومع السلطات المحلية ومع وزارة التربية والتعليم، كي نحاول التقليل قدر الإمكان من الضرر الذي يحدث الآن في النقب. النقب عمليا بيعيش كارثة من كل النواحي، وبشكل خاص من ناحية التعليم والأطفال ووضع الأطفال في النقب. يعني لا في ملاجئ في معظم الحالات، بالذات في قرى غير معترف فيها. قبل هيك كان في عندنا انقطاع عن المدارس بسبب مشاكل الباصات والمواصلات وغيرها من الأمور المعروفة للجميع. والآن تأتي هذه الأزمة الجديدة التي يدفع بالأساس طلابنا نعم. وأطفالنا في النقب ثمن كبير لهذه المشكلة. كان بالصدفة اليوم أيضا جلسة حول هذا الموضوع بين رؤساء السلطات المحلية ومديري أقسام التربية والتعليم مع وزير التربية والمسؤولين في الوزارة حول الوضع. وكما يبدو الوضع صعب، ونحن سندفع بكل قوتنا من أجل أن نقلل من هذه من الأضرار، بالتنسيق طبعا مع إخوتنا زملائنا المسؤولين عن الأوضاع التربوية في النقب. نعم وفعلا يعني أنا بقول لك بصراحة، أنا يعني قلبي مع الأهالي هناك، لأنه حجم الأزمة حجم المشكلة كبيرة جدا من جميع النواحي. أطفالنا بيعانوا معاناة يعني غير مسبوقة، وهي معاناة إنسانية من صحيح الدرجة الأولى صحيح يعني. والمفروض أن نتجند جميعا كمجتمع، وأيضا أن نضغط على الدولة من أجل أن تلبي احتياجات جهاز التربية والتعليم والأهل في النقب. دكتور شرف، كنت قد تحدثت عن يعني برامج ملائمة لروح المرحلة، إلى أي حد يعني تهتمون وأنتم دائما ما سلطتم الضوء أيضا على هذا الموضوع بالجانب المعنوي النفسي لطلاب المدارس، وهذا يعني بالأمر الهام جدا نظرا لأنهم يعني منكشفون وإن كان بحد يعني محدود إلى نوعا ما، كيف تهتمون بهذا الشق أيضا؟ يعني صحيح انه من الوضع النفسي، احنا من ثاني يوم للازمه عقدنا لقاء كبير مع الدكتور امجد موسى وهو مختص في مجال الطوارئ ومواجهه حالات الطوارئ. يعني نحن نعي انه بالذات في هذه المرحله الاحتياجات النفسيه للاطفال وللاهالي وللجميع هي احتياجات اساسيه، يعني اهم من تمرير مواد. لذلك يعني كان دعونا من البدايه الطواقم التربويه والمسؤولين الى اعطاء اولويه لهذا الجانب. حاولنا قدر الإمكان أن نساهم في تزويد ببعض المواد، وإضافة للقاء والفيلم الذي صدر عن اللقاء مع دكتور أمجد موسى. وأيضا هناك حاجة إلى دعم المعلمين، المعلمين أيضا بحاجة إلى دعم، يعني المعلمين أيضا يخافون أمام الطلاب، في احتياجات نفسية للمعلم نفسه، في هناك أسئلة جديدة وظروف جديدة، وفي ظل منظومة الرقابة المفروضة على العرب بشكل عنصري أكثر من غيرهم، يعني المعلم العربي يجد نفسه أنه كمان لازم يدير باله على كل كلمة بحكيها، خصوصا أنه في جوانب تربوية لكل أزمة بمر فيها أي مجتمع يعني، وفي أسئلة جديدة بتطلع عند الأولاد، وبحاجة كمان أنه نقوم في دورنا التربوي الإنساني أولا، للقيم الإنسانية يعني، وهذا جزء من أهداف التعليم العربي. وأيضا الأمور المتعلقة بفهم ما حدث بشكل بسياقه الواسع، بطرح الأسئلة، التفكير النقدي، كل يعني العمل التربوي عمل جدا مركب، ويكون عادة بحوار مع الطلاب. واليوم للأسف إحنا شهدنا أيضا حالة استهداف لأحد المعلمين الذي يعلم في مدرسة يهودية، حيث أخذوا جزء من كلمة أو من مداخلة مع طلاب وتدخل تربوي، وحرضوا ضده مع نزع كامل لكلامه من السياق الذي كان به ومن السيرورة التربوية التي كانت في الصف. وللأسف وزارة التربية والتعليم على الفور أوقفت المعلم ولم تعطيه الدعم الكافي، ولم أصلا لم تفحص الموضوع معه، ولم تعطيه حقه في الدفاع عن نفسه أو في فحص الموضوع، لم تسمع منه. وأيضا المدرسة التي يعلم بها أيضا لم
يعني لم تقم بواجبها في الاتصال مع المعلم لفحص الموضوع. دكتور شرف، يعني على ضوء يعني ما تتفضل بذكره وهذه النقطة، كيف تتوقع أن تسير الأمور في المستقبل القريب؟ يعني كل موضوع أيضا استهداف المعلمين وليس فقط أولئك الذين يعملون في المؤسسات التربوية اليهودية، كيف ستتابعون وهل من برنامج يعني حماية بين هلالين المعلمات والمعلمين من أبناء المجتمع العربي؟ طبعا بطبيعه الحال يعني احنا اقمنا مجموعتين للطوارئ لمعالجه القضايا الكثيره التي نشات، مجموعه للتعليم العادي الرسمي يعني من المدارس وما الى ذلك، وقضايا المعلمين والاهالي والاحتياجات والتعلم عن بعد وكل القضايا المتعلقه في هذا الموضوع، وايضا قضايا التعليم العالي. يعني احنا كمان نشهد هجمه عنصريه يمينيه يعني ضد الطلاب العرب وضد المحاضرين العرب واليساريين ايضا في الجامعات وفي الكليات. مؤسسات حقوقية عدالة تركز هذا الموضوع، ولكن أيضا مؤسسات أخرى لها دور هام، ائتلاف الجمعيات، جمعية حقوق المواطن وآخرين يقومون أيضا بعمل، ولكن يعني من أجل توفير التمثيل للطلاب بالذات انه قسم يعني او على الاقل يعني ما يتعرضوا له هو نتيجه هجمه ظالمه، هجمه عنصريه. ونحن نعمل على من اجل ايضا ترتيب اوراقنا من اجل التصدي السياسي لهذه الهجمه، يعني هي هجمه مش فرديه، هي هجمه علينا كمجتمع، هي هجمه سياسيه بالاساس. لذلك يعني سنتوجه بشكل واضح للمؤسسات ونعمل على ايصال رساله واضحه بهذا الصدد خلال ايام. وقد يعني اقمنا ايضا مجموعات عمل لمواجهة أو للعمل على المجالات المختلفة المتعلقة بالتصدي لهذه الهجمة. لذلك يعني أنا أدعو المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات من يتعرض لأي هجمة بسبب تصريحات، وقسم كبير من التصريحات على الأقل أنا التصريحات اللي شفتها أو المنشورات يعني ما فيها مخالفة للقانون، يعني عادة يكون هناك يعني رفض للحرب وما إلى ذلك من قضايا، ويعني للأسف بسبب استهداف العرب كعرب يعني كل شيء قد يخرج عن سياقه، وحتى الأمور اللي هي في إطار التعبير الشرعي والديمقراطي تمنع في هذه الأيام. مع ذلك يعني أنا أدعو الجميع للتوجه للمؤسسات الحقوقية في الكثير من العناوين التي نشرت، وأيضا في نفس الوقت يعني أنا أدعو وليس أنا فقط بشكل شخصي، يعني جميعنا في مجموعات العمل ندعو إلى الحذر واليقظة. يعني إحنا منعيش في فترة صعبة، فترة حساسة، ولذلك الحذر مهم جدا في كل في كل المجالات، ويعني مهم أيضا الانتظام، يعني الانتظام حتى لا يواجه كل إنسان عربي لوحده كل هذا الكم الهائل من العنصرية. مهم أن ننتظم وأن نعرف كيف ننسق ونعمل معا بالذات في هذه الظروف.